ايه يا جماعه عاملينها؟ وانا صراحه مش عارف هو انا اخر مره قافل في المنطقه دي ليه، بس اللي انا اعرفه ان النهارده او بكره يعني ختامه اللعبه يا باشا. عم ما الاقي مخرج يا باشا في المكان ده، هو مفيش اشتراكات، لا مش عارف. ايه ده تقريبا ده والله اعلم السور بتاع يعني الحدود بتاعت الحديقه يعني، فاهم انت؟ امشي يا باشا في الطريق المعاكس. هو ايه ده؟ ما تقوليش ما بحبش انا الكلام ده. الله الله الله، تعالى جيبني اخوي. بس كده الحمد لله. ايه يا ولد، ودي يا ولد، بس اهرب اهرب اهرب، لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم جلتش اعمل اي حاجه. هو يا جدعان متعلق في الحته دهيت، احنا نتوكل على الله من هنا بقى. الفكره تقريبا مفيش اللي هو مفتاحين حاجه زي كده يعني، واحد موجود هناك والتاني يعني في الغالب يعني اهو هو اللي هناك ده. نشوف اللي هنا يا باشا الاول. الدنيا متعفرته هنا، بسم الله ما شاء الله. ايوه المفتاح موجود في المنطقه ديت. عرفت المكان دوت، المكان ده احنا جيناه في الاول خالص، المفروض يعني نوصل هنا اهوت، ومن هنا اهوت ننط يا باشا هنا اهوت في البتاعه دهيت ونلف كده اهوت، يعني ايه وحشيه بسيطه يا باشا. قول يا رب بس انها تكون بسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجات دي مؤذيه بقى على كده ولا تقريبا مش مؤذيه؟ فهمت، المفروض نطلع يا جدعان على البتاعه ديت عشان من هنا اهوت هننط كده اهوت وهنوصل يا باشا هنا. ازاي نوصل هنا اهوت؟ في ديب ويب موجود هنا. الموضوع يا جدعان يعني لما يعني دراسته حلو كده، الموضوع سهل نوعا ما. نضرب دي كده اهوت كده يا باشا. دي كده ايه، ناخد اللمضه ديت يا باشا ونضرب دي هيت على الحرف، وانزل فوق خد دي. هنا بابا مخفيه ننط هنا اهوت، ننط هنا اهوت. المفروض بقى ننط بطريقه ما فوق الحاجز ده اهوت، ويعني نروح اخر الدنيا هناك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، ساب لا اي حاجه، نعمل شيك بوينت هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عيب عليك يا باشا الاحتراف. نمشي كده اهوت، نمشي دي كمان، خلي بالك عشان لو وقعنا هنا اهوت نتوكل على الله، وناخد المفتاح كده يا باشا وايزي يا باشا، وسلام عليكم يا باشا. في الراجل ده جاي علينا فنتوكل من الناحيه اللي ورا، وبص شايفنا بس يعني مكسل ان هو يجري ورانا تقريبا. فاضل المفتاح واحد يعني يا جدعان، المفتاح الواحد ده اهوت يعني للاسف يعني موجود عند الديب ويب اللي هناك الطويل قوي ده اهوت، وده لسبب ما برضه بيجري ورايا، فنخش من هنا اهوت. مطلوب بقى ايه؟ ان احنا نلاقي مفتاح في الحته ديك يعني، مفتاح ده اهوت يعني وظيفته ان هو يفتح لنا يعني نمشي ورا الانابيب يا جدعان. الطريق مش مستريح منه يا جدعان، حاسس ان في حاجه هتحصل. ايه ده في هنا سيف زون؟ ايه ده، ايه لازمتها دي؟ في سيف زون هنا تاني؟ ما يكونش السيف زون دي بتعرفنا ان البتاع الطريق ده صحيح؟ طريق شمال وطريق يمين يعني. نروح يا باشا على اليمين. ايه ده هو مش الطريق ده احنا كنا جايين منه؟ حول الله، تمام لازم نمشي الطريق الشمال يا جدعان. في حاجه هناك خالص بتنور انا شايفها اهو. المكان ده احنا جيناه قبل كده. فكره هو عايز مفتاح. طب انا عندي فكره، نمشي يا باشا ورا الانبوبه ديت. ندي لكم واحده سكيبايه كده عشان شكلي كده والله على ما امشي كتير. اشهد ان لا اله الا الله. ولد بس كده، السلام عليكم. لا حول ولا قوة الا بالله، الرعب ده بقى. لا اله الا الله، لسه ورايا السيف زون. شلون تقتلني؟ ممكن تتحرك يا اخوي؟ احنا نضرب الضربة يا جدعان ونروح عند المفتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي. ورايا لا اله الا الله، عم سيبني في حالي بقى، البتاع خلص هو تقريبا كده والله اعلم يعني. ضيعنا الانبوبه اللي احنا كنا ماشيين عليه، عم سيبنا بقى في حالنا بقى. هات اللمضه ديت يا باشا، كمل لكم يا جدعان السكيب الكحيان. الله 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 الله، التحليلات يا جدعان. هو اساسا يعني وانا جاي هنا هو سمعت اصوات غريبه، سمعت ان هو حواليا كده وكان هيقفشني، بس يعني ايه تخيلناه وكل يعني نكمل السكيب تقريبا يا جدعان. هو قدامنا، انا هلف من هنا يا باشا. الله يا جدعان، وقت اخر مفتاح. ايه ده؟ تعال يا اخوي، خدت المفتاح يا ولد.
كله بيقول كده يا باشا، كله بيقول كده. تقريبا والله على ما يا جدعان مش هيسيبنا ان احنا نمشي يعني. عافيه ذوق يا ولد، هنمشي منك يا باشا. ودي السلام عليكم. طب تعالى اتني يا باشا، تعالى اتني، انا خدت المفتاح يعني. فكره بقى في حاجه بسيطه قد كده، احنا ازاي يا باشا هنطلع من المكان ده؟ الا 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 يا عم ما تسيبني في حالي بقى. كمان ده مستنيني بره. حول الله. نهار ازرق. والله كويس ان احنا يا جدعان خدنا الجامب سكير ده عشان نطلع من المكان ده. تقريبا كده والله يا جدعان احنا تقريبا يعني بدأنا ان احنا نقفل اللعبه. طبعا يعني ايه، لازم نروح نحط البتاعات المفاتيح ديت في البوابه اللي هي اول ما دخلنا اللعبه، ونتوكل على الله يا باشا من اللعبه المعفنه دي. هو ده يا باشا المفتاح. حط كده الدور. ايه هتقفشنا قبل ما نعمل اي حاجه؟ ايه ده؟ ايوه البوابه اتفتحت ولا اتقفشت يا باشا. والله ما شاء الله. كهف لتحت، نخش يا باشا الكهف. ايه ده؟ ايه ده؟ ولد فيه اله الا الله. تقريبا يا جدعان الوحش ده صعب يعني، تقريبا يعني حاسه لازما فيديو تاني، بس دي لا انا خلاص النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، اديله واحدة. ودي غلط، لازم بقى ايه نختار الحاجات دي. يا عم اصبر يا عم اصبر. ملاحظ يا جدعان اللي زي كده كترو، عارف ليه يعني؟ بيكرهونا تقريبا في ان احنا نقفل اللعبه ولا ما اعرف. دي الواحده ونخش يا باشا بسرعه. جاهز؟ دخلت غلط غلط. ودي عمي صح. ايوه انا تقريبا كده يا جدعان احنا فتحنا البوابه يعني المفروض يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ايوه اهو. خد يا ولد، طب عليك. لا لا عم، على اخر ثانيه والله، على اخر ثانيه. الراجل اللي مستنيني، اللي مستنيني ليه ده؟ ايه ده هنا؟ ايه ده في هنا دست لمط؟ عندي فكره، احنا هنديلهم الضربه ونجري. خد يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم، نخلص بقى اللعبه بقى. هو فين البتاع ده؟ اديله واحده وبعد كده نشوف بقى نعمل ايه هنا. خد يا ولد. عايز ايه ده؟ بعد الترجمه يا باشا اتضح ان في لسه رفعات لسه يعني ما عملناهاش يعني. تخيل دي يا باشا، مفيش لومط. تعالى اتني يا باشا، تعالى تعالى اتني، هنعمل ايه؟ اوعى تجري ورايا اهو. اقف، ايوه كده خليك واقف. تقريبا واحده من دولت، دوس دهيت، هي دي يا باشا. خد يا ولد. ايه غلط؟ ايه غلط؟ خد يا باشا دي صح. يا عمي ليه 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 على اخر ثانية؟ عمي انا ناقصك انت الثاني. ما تقفشنيش ما تقفشنيش، انا بقول يا اخوي منك. ما تقولش اني قلتشت، ما تقولش اني قلتشت، اصرح. لا الحمد لله ما قلتشتش يا باشا. ندوس السيف يا باشا، كله موجود قدام البتاعة، كله موجود قدام البتاعة. يا عم انا دخلت، يا عم انا دخلت. لك ايه يا اسطى؟ خد يا اسطى، السلام عليكم. لا اله الا الله. ايوه التلاتة هنا، قد كده، السلام عليكم.
بس ذكر يخش بقى. خد 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 خد. لا لا يا عم ده الوحش خد كفر يا عم يا عم. صباح الضحك. رجعنا مرة أخرى تقريبا كده والله أعلم. عارف هو في تاني ولا لا؟ لا أنا مش موجود يا أخويا. عندي فكرة، أنا هاخدها ماراثون وأشوف جايز البتاع تكون اشتغلت يا باشا. خد يا باشا. يجي ياخد واحدة. خد يا باشا. جرب كده يا ولد. فاضل اتنين لسه تقريبا. في واحدة هنا مستخبية تقريبا، دي برضو واحدة. خد يا باشا. دي واحدة. مش معايا. هتقتلني. هتستفادي هتستفادي. المفروض تكون في واحدة هنا. في واحدة مطفية اهي. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا ولد. خد خلصناها. دوس. بعدين ميشن كومبليت. ده كله عشان ميشن كومبليت تقريبا كده والله اعلم يا جدعان. اللعبه انتهت يعني. هندوس انتر كده. مفيش انتر حتى. بعد ده كله بقى الدنيا ايه. انا قلت كده برضه. دوس كده اهوت يا باشا. ندوس اوكي ونقول لك بس كده يا جدعان. خلاص 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 خلا